ازيكم؟ عاملين ايه يا شباب؟ ان شاء الله بخير. رجعنا لكم بحلقة جديدة، والنهاردة هنلعب ماينكرافت. النهاردة هنعلمكم ازاي تعملوا بوشن اوف هيلينج. طبعا اول حاجة عندنا هي دي الحاجات اللي هنحتاجها في البوشن، ثلاثة من الووتر بوتل، ونذر وورت، وبليز باودر، وجلسترينج ميل. طبعا اول حاجه عندنا واهم حاجه لازم نحط النذر وورد هنا. طبعا نحط هنا البليز باودر، وهنا معلش بس نرميتها بعد كده، وهنا نحط الووتر بوتل. مش عارف انا ايه اللي بيحصل، كل شويه ادوس في حته غلط فتترمي. طبعا لما الخط ده يخلص ده معناه ان هي اتعملت. لما بيخلص بتعمل صوت، او بصوا هتخلص دلوقتي عملت صوت، ده معناه ان هي خلصت. فلو تلاحظوا بقى اسم الووتر بوتل اكورد بوشن، لازم يبقى عندنا الاكورد بوشن عشان نعمل اي بوشن احنا عايزينه. بعد كده نحط هنا الجليسترينج ميلون، هنستنى هيبقى عندنا دلوقتي بوشن اوف هيلينج اهو. ناخد البوشن اهو، هو ده. طبعا هو عشان انت في كريتيك مود مش هيجي، فلما تبقى سرفايفل هيجيلك. هو ده حتى مكتوب هنا انتست هيلث بوشن فيلينج. انتست هيلث يعني بيعبي قلوبك لو انت في حد ضربك. انتست هيلث بوشن فيلينج. طبعا دي كانت نهاية حلقتنا النهاردة. ما تنسوش تحطوا لايك وتشتركوا في القناة لو انتم مش مشتركين. ولو عايزين نعمل لكم اي حاجة اكتبولي في الكومنت، وانا ان شاء الله بعملها لكم. نشوفكم في حلقة جديدة ان شاء الله، ومع السلامة.